مرحبا، في هذا الفيديو حاعطيني بالنباتات برتم بطيء للاسترخاء بطريقة الـ ASMR. لا تنسوا تحطوا سماعاتكم وقتكم تحضروا هذا الفيديو، بتمنى يعجبكم. خلوني بالبداية اشعل جهاز الترطيب لحتى اوفر لنباتاتي الرطوبة اللي بحتاجها لحتى ينمو بطريقة صحية. شو رأيكم نعمل جولة سريعة لنباتاتي اللي حاطهم بهاي الغرفة؟ أغلبهم هن النباتات بحبوا الرطوبة العالية، لهيك حاطهم بمكان قريب من جهاز الترطيب. حاطة بداخل هاي العلبة الزجاجية بصلات من نبتة الفراشة، لأنه جوات هاي العلبة رح توفر عنا رطوبة كتير عالية وحتحفزها للنبتة إنها تنمو بشكل أسرع. صنعت هذا التيراريوم من حوالي 10 شهور. إذا حابين تتعلموا كيف تصنعوا تيراريوم خاص فيكم، فيكم تحضروا الفيديو الموجود بقناتي. سمعتوا من قبل عن النباتات الهوائية اللي بتعيش بدون تربة؟ طريقة العناية فيها كتير سهلة. بكفي إنه نحنا مرة واحدة بالأسبوع ناخدها ننقعها بمي مخلوطة بسماد سائل كمية قليلة، ونتركها منقوعة لمدة تقريبا 5 دقائق، وبنرجع منعلقها ونكرر هاي العملية مرة بالأسبوع. هذا الشي حيكون كافي لنبتتنا حتى تعيش بشكل صحي. ممكن نستعيد عن عملية نقع النباتات الهوائية بأنه نرشهم مرتين بالأسبوع ونحن عم نرش نباتاتنا. أنا للأسف كنت نسيانة نبتي لفترة، أظن مدة شهر ما سقيتها بهي الطريقة، فبلشت تنشف عندي مثل ملاحظين، بس حاليا عم ترجع تختار وعم بعتني فيها مرة تانية. خلونا هلأ نرش نباتاتي سوا. بصراحة هاي البخاخة جبتها من أيكيا وكتير حبيتها وحبيت صوتها، فحابة أسمعكم إياها. بستخدم طريقة رش النباتات منه لحتى رطب نباتاتي، ومنه حتى نظف ورقهم من الغبرة، خاصة النباتات اللي ورقها صغير صعب كتير مسحها وتنظيفها من الغبار. مع انه اجى الربيع وبلش يصير الجو حلو برا، خلينا نسمد نباتاتي الخارجية المزهرة. انا شخصيا بستخدم هذا السماد السائل الخاص بالنباتات المزهرة، لانه في نسبة عالية من الفوسفور اللي هو بيساعد النباتات انها تفتح زهور. اذا انتم عايشين بتركيا فيكم تلاقوا منه بمحل كوتشتاش، او فيكم تلاقوا منه اونلاين على ترينديول. طريقة الاستخدام مذكورة خلف العبوة. رح نحط غطاء لكل لتر، انا هون عندي اقل من لتر لهيك حطيت نص الكمية. حبلش برأي نبتة القرنفل. برأي نبتة القرنفل احسن نبتة خارجية للبلكونات لانها بتضل مفتحة طول السنة. نبتة القرنفل بتحب الري كتير، لازم نسقيها بشكل يومي اذا كنا حاطينها بالصيف في مكان مشمس. انا عندي بتاخد شمس حوالي 6 ساعات بالنهار، لهيك عم تعطش عندي كتير. النبتة التانية اللي كمان بعتبرها من النباتات المزهرة المفضلة عندي هي نبتة الخبيزة، لنفس السبب انها بتضل مزهرة طول السنة، الوانها حلوة والعناية فيها كتير سهلة. نبتة المكحلة الخضراء من النباتات السهل كتير العناية فيها،
وكمان الشيء المميز فيها انها بتفتح زهور بيضة صغيرة، وبتكون مبسوطة بدها تسميد بدها شمس عالية لحتى تقدر تفتح هدول الزهور. هي نبتة بتكبر كتير بسرعة، وجودها لطيف بالبلكون. خلوني احكي لكم كيف صرت مؤخرا احمي نباتاتي من الحشرات. صرت استخدم زيت النيم وامسح فيه وراء النباتات مرتين بالشهر لحتى خلي النباتات ورقها نظيف، وهذا الشيء بيساعدها انها تتنفس وتكبر بشكل احسن، ومنها اني ببعد الحشرات والبرغاش وكل شيء طفيليات ممكن تطلع على النباتات. ونحن عم نمسح ورق النباتات لازم نكون حذرين انه ما نأذي الورق، ونحط ايدنا تحت الورقة ونحن عم نمسحها لحتى نعطيها دعم. وانا عم بمسح ورق المونستيرا هاي، حابة اخبركم اني بلشت استقبل طلبات استشارات عناية بالنباتات بشكل مباشر معي 1-on-1. في نوعين من الاستشارات، في استشارات اونلاين، في استشارات فيس تو فيس اذا انتم عايشين بمدينة اسطنبول. اثناء الجلسة حعالجكم نباتاتكم معكم، وحشوف شو المشاكل عم تواجهها وعلمكم كيف تعتنوا فيها. رابط حجز الجلسات موجود تحت بصندوق الوصف ومثبت باول تعليق. قبل الجلسة حاطلب منكم تبعتوا لي صورة نباتاتكم المتضررة او المريضة لحتى نعرف شو الاشياء اللي حتلزمنا اثناء الجلسة اذا بدنا نعالجها، بالاضافة اني حاطلب صورة لمكان تواجد نباتاتكم بالبيت لحتى اعرف شروط الاضاءة المتوفرة عندكم ببيتكم. رح بلش نضيف وبخ نبتة الكوشوك الموجودة عندي هون. هاي النبتة كتير مهم بالنسبة لي اني اعالجها بالزيت النيم، لانها من فترة كانت مريضة بشبكات العنكبوت. فوقت امسح ورقها بمسحها من فوق ومن تحت، وحتى كمان بخ الساق وبمسحه لحتى اتأكد انه ما في ولا مكان في احتمال تتخبى فيه هاي العناكب. هيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو، بتمنى يكون عجبكم. كوني رأيكم بهيك نوعية الفيديوهات بالتعليقات. إذا بتحبوا العناية بالنباتات بكم تعملوا لي فولو على بقية مواقع التواصل الاجتماعي مثل الانستغرام، الفيسبوك والتيك توك. الروابط كلاتها موجودة تحت في صندوق الوصف. إذا عندكم أي أسئلة لها علاقة بالعناية بالنباتات فيكم تشتركوا بجروبنا على الفيسبوك. هنيك فيكم تشاركوا صور نباتاتكم وأسئلتكم، وأنا وأعضاء الجروب حنساعدكم بمعالجتها. نشوفكم بالفيديوهات الجاية. ما تنسوا تتركوا تعليق وضلوا بخير.